يا اهلا بيكم في كود ستارت مع محمد فتحي، وبنكمل سلسله الدارت بروجرامنج لانجوج. النهارده ان شاء الله هنتكلم على التايب تيست اوبريتورز، وده انواع من انواع الاوبريتورز زي الاز والاز والاز نوت اوبريتورز. الاز والاز والاز نوت اوبريتورز ار هاندي فور تشيكينج تايبس ات ران تايم، مهمين جدا عشان تتاكد من التايب اثناء وقت التشغيل او اثناء تشغيل البروجرام او اثناء الرننج. تعالوا مع بعض كده نبدا هنا نعرف كلاس. اتنين كلاسز بسيط جدا، ما فيش اي حاجه، او اتنين تايبس. هنعمل هنا كلاس، كلاس هنسميه ستودنت، والكلاس ده هنعرف فيه بس string name، string name. وهنعمل كلاس تاني هنسميه teacher، class teacher، class teacher. الكلاس teacher ده كل اللي فيه برضه هيكون فيه string name. وهنيجي هنا ناخد اتنين object او هنعرف اتنين variable من كل class. هنقول له var s1 equal new student، وكلاس تاني var st1 equal new teacher. هتشيك الاول، لو انا عايز اتشيك الفاريبل هل s1 ده من نوع student ولا مش من نوع student، فهنعمل كده print، بسيطه جدا، print هتشيك فيها عشان تظهر. انا بكتب print هنا عشان تظهر لك الناتج وتشوف انت الناتج مطبوع قدامك. فانا هسأل هل ال s1 is teacher، طبعا الإجابة هنا هتكون فولس، الاس 1 مش من نوع تيتشر، ده الاس 1 من نوع ايه؟ من نوع ستودنت، يعني الطيب بتاعه ايه؟ الطيب بتاعه ستودنت. تعالوا كده نرن مع بعض كده، هنلاقي هنا ادانا الإجابة ايه؟ ادانا الإجابة فولس. طيب لو جينا كده وعملنا برنت هل الاس 1 از ستودنت؟ ورن هيدينا الاجابه ترو، فعلا الاس 1 ستودنت. ده بالنسبه للاز اوبريتور. الاز نوت انت بتنفي، يعني بتقول له هل الاس 1 مش از نوت، يعني مش من نوع ستودنت، فانا بحط علامه النفي او شيفت وواحد اكسكليميشن مارك، فانا بقول له هنا هل الاس 1 مش من نوع ستودنت، طبعا الاجابه هتكون فولس. فولس هيدينا هنا الاجابه فولس. تعالوا كده كومنت هنا ده ونرن مرة تانية عن طريق ان انا بضغط رن او بالكوماند، ادانا الاجابة فولس، ان فعلا اس 1 لا الاس 1 مش من نوع ده، الاس 1 هو فعلا من نوع ستودنت، فعشان كده انت بتقول له فين فيه، هو بتقول له هو مش من نوع ده، فالاجابة كانت فولس. ده بالنسبة للاز الاز نوت. تعالوا كده ندي مثال تاني، برنت ان الاس ان تي تي 1 تي 1 از not T1 اللي هو teacher is not a student، فعلا T1 مش student، فعشان كده هيدينا الإجابة true. true ده بالنسبة لل هيدينا الإجابة true لو عملنا print اهو، نكمنت ده كده، كمنت ده ونرن مرة تانية اهو، فعلا ادينا الإجابة ايه؟ الإجابة true. طيب تعالوا كده نعمل كمان نتشيك نشوف الفرق. لو انا بقول له هنا ان ال از هستخدم بقى از هنا بتقوم بدور از، بس كمان ممكن استخدم في عمل كاست. يعني ايه؟ يعني ممكن اقصين بعد ما هقول له هنا برنت هقول له اس 1 هل الاس 1 از، كانه بكاست الاس 1 لو هو فعلا من نوع ستودنت اهو ستودنت، وهعمل القوسين هنا، قوسين كده اجي هنا واسراوند ده، الف ده بالقوس ده وكمان قوس هنا. طيب لو كان هو فعلا من نوع اس 1 از ستودنت هعمل ايه؟ هبدا اساين، اقدر استخدم البروبرتي اللي جوه، اخزن في الفاريبل ان اسمه نيم، اخزن فيه مثلا محمد. طيب ده اقدر استخدمه في عمل كاست كمان هنا اهو، كنترول اس ورن هيدينا فعلا محمد، فعلا اتاكد وادانا محمد. طيب لو كان هو من نوع تيتشر، طبعا هنا مش الاس 1 مش من نوع تيتشر، فبالتالي انا بقول بتشيك هل ده من نوع تيتشر؟ لو كان من نوع تيتشر انا هخزن في النيم، طيب لو ما كانش من نوع تيتشر هيدي اكسبشن اهو، ادانا ايه؟ ادانا اكسبشن، ادانا اكسبشن. طيب العكس بقى هنا، لو انت استخدمت از نكلير كلير اوت بوت ونرن،
تمام. هنا في مشكلة ان انا مش هينفع استخدم معاها النيم، بس مش هيدي اكسبشن. اللي انا عاوز اقوله ان هو هنا مش هيدي اكسبشن، انما الاز بيعطي اكسبشن. نكلير كلير الاوت بت نرن، فانت بتسأل هل ده من نوع ده، ادك فولس. طب لو استخدمت از اهو، از هيدي اكسبشن تمام، ادانا ايه؟ ادانا اكسبشن. فاذا فالاز لو ما كانش النوع من بتتشيك على حاجه من نفس النوع هيدينا ايه؟ هيدينا اكسبشن. وكمان ان انا ممكن استخدمها ان انا اساين اد قيم هنا، ابدا اساين الاوبجكت واكست الاوبجكت، واقدر استخدم الاوبجكت واخزن فيه اي داتا. لو انا هنا عاوز اخزن زي ما اتفقنا النيم ايكوال احمد، وهنا كان الستودنت بالشكل ده S1 as student، وبنخزن في النيم ونرن بالشكل ده. تعالوا كده نرن كلير كلير اوتبوت ونرن، فعلا ادانا احمد. وبكده يكون اتكلمنا على التايب تيست اوبريتور، اتكلمنا على الاز اوبريتور، الاز اوبريتور، والاز نوت اوبريتور، وقلنا انه دول بيستخدموا في ان انت بتتشيك التايب، بتشوف نوع التايب اثناء الران تايم. وبكده يكون وصلنا لمحاضره، نهايه محاضره النهارده. ما تنساش تشير، تسبسكرايب، تلايك للفيديو اذا عجبك الفيديو، وده بيكون اكبر دعم لينا ان انت تلايك للفيديو وتشير الفيديو وتسبسكرايب عشان نبدا نكمل دروس تانية وسلاسل تانية ان شاء الله.